باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الإصحاح الثاني من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، هنقرأ من العدد الأول لغاية العدد 11. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور عينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. شفنا في الإصحاح الأولاني خطايا الأمم، خطايا صعبة، لكن في نفس الوقت اليهود اللي كان عندهم الناموس، ناموس موسى، كان المفروض ان الناموس بيعرفهم الخطية عشان يبتعدوا عن فعل الخطية. ربنا ادى لموسى الوصايا العشر، اداله الناموس الادبي والناموس الطقسي حتى ما يتعلم ويتهذب هذا الشعب بواسطة الناموس. لكن اللي حصل ايه؟ ان هم بدل ما يعيشوا الوصية ويكملوا الوصية بالروح ابتدوا يتفاخروا بهذا الناموس، ابتدوا يفتخروا بالسبت، يفتخروا بالختان، وابتدوا يدينوا الامم لان ما عندهمش ناموس وما عندهمش سبت وما عندهمش ختان، وابتدوا يدينوا الخطايا اللي بيعملوها الأمم. عشان كده يقول لهم لذلك أنت بالعذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور عينها. اليهود عملوا نفس الخطايا اللي عملوها الأمم، عشان كده ما يشفعش فيهم لا ناموس ولا سبت ولا ختان،
لأن كل هذه الأمور ربنا إداها لليهود علشان يكونوا شعب الله المختار، الشعب الآن عنه نداء أمة مقدسة، شعب مقدس لله. لكن فين القداسة؟ قال لهم لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور عينها، يعني مش بس إن هما بيرتكبوا نفس الخطايا بتاع الأمم، لكن كمان خطية جديدة إنهم بيدينوا الأمم على هذه الخطايا. مسكوا المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل وجابوها للمسيح، ما هم شاطرين في الإدانة، هتعمل فيها ايه دي؟ فالمسيح ميل كده ابتدى يكتب على الأرض، قال من منكم بلا خطية فليرجمها أولا بحجر. ياه، الديان الوحيد، الديان العادل، ديان المسكونة كلها رفض أن يدين هذه المرأة. يقول لها كده أمدانك أحد؟ قالت له لا يا سيد. حد ضربك بحجر؟ لا يا سيد. ولا أنا أدينك أيضا. اذهبي بسلام، بس إيه؟ لا تخطئي، بطلي خطية، أنا سامحتك المرة دي بس ما ترجعيش الخطية تاني. ربنا لما بيغفر لنا خطيه يا جماعه مش معنى كده تصريح لينا ان احنا نعود نرتكب الخطيه مره تانيه، لا تعودي تخطئي ايضا. انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين. عايز اقول لك اصعب خطيه خطيه الادانه. اخرج الخشبه التي في عينك حتى ما تستطيع تنظر جيدا وتخرج القزة اللي في عين أخيك. بلاش يا جماعة موضوع الإدانة ده. يعقوب الرسول بيقول لا تكونوا معلمين كثيرا يا إخوتي، لأننا جميعا كلنا بنعصر في أمور كثيرة. في حد بدون خطية؟ مفيش. إن قلنا أننا بلا خطية فنحن نكذب وليس الحق فينا. عشان كده ليه بندين الناس واحنا ممكن نقع في نفس الخطية؟ بس انا عايز اقول لك اكتر من كده، لو دنت اخوك على خطية معينة هتلقى نفسك مجرب بنفس الخطية، نفس الخطية اللي بتدين اخوك فيها. انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين. شوف قال لهم انتم بلا عذر بالنسبة لايه؟ للامميين، حتى انهم بلا عذر. وهنا لليهود انت بلا عذر. اوعى حد يفتكر ان هو عنده عذر في خطيته، او ان هو مش عارف السكة، او ان هو مغلوب على امره من الخطية. انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين، خصوصا اللي بيدين اخوه على الخطية وهو نفسه بيعملها. يقولك هنا ايه في عدد 17، وإذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور متخالفة متعلما من الناموس وتثق أن قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس، فأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى أتزني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل؟ يعني بيقول عن الأوثان يعني معابد، الأوثان دي معابد نجسة. طب أنت بتسرق الهيكل أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس بتعدي الناموس تهين الله؟ خطية الإدانة صعبة خالص، وخصوصا الإنسان لازم يحكم على نفسه الأول. لو حكمنا على أنفسنا لما إيه؟ لما حكم علينا. المسيح قالها بكل صراحة، لا تدينوا لكي إيه؟ لكي لا تدانوا، لكي لا تدانوا. ده
إدانة الناس بعضهم لبعض، لكن تعالوا نشوف دينونة الله. يقول إيه؟ عدد 2، ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق. دينونة الله هي حسب الحق. يا ما في ناس بتدين وبتحكم على ناس ظلم، والعالم السجون مليانة بناس محكوم عليها بالظلم صدقوني. ويا ما احنا بنظلم ناس ونحكم عليهم لان احنا ما عندناش الأدلة كلها والحقيقة كلها واضحة قدامنا، لكن الله ايه يدين به؟ حاسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. فربنا دينونته حق، لان الخطية خاطئة جدا، والله يكره الخطية، يكره الخطية لكن بيحب الخاطي. عشان كده دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. وبعد كده يقول في عدد 5 دينونة الله العادلة. يبقى دينونة الله هي حسب الحق، وهنا حق الله هو ان ربنا بيدين الانسان لانه عرفه الطريق، عرفوا الصح والغلط، يا اما عن طريق الناموس الطبيعي اللي هو الضمير، او عن طريق الناموس الموسوي، او عن طريق بقى بالنسبه لينا ناموس روح الحياه في المسيح يسوع. فهي حسب الحق ودينونه الله العادله. الله عادل في دينونته. عايز اقول لكم ربنا عارف ظروفي وظروفك وظروفك، وربنا لما بيجي بيدين الانسان وعارف هو اداله ايه، وعارف هو سمح الشيطان يتعبه ازاي ويجربه ازاي. سمح، ربنا غير مجرب للشرور، لكن ممكن يسمح ان هو يجربنا بسبب ضعفنا، بسبب خطيتنا، بسبب حاجة موجودة فينا غلط فربنا عايز يخلصنا منها. بس هو عارف ظروف كل واحد، وازاي ربنا تعب معاه، وازاي ربنا حاول معاه كم مرة علشان خاطر ان هو يعرفه طريق الحياة، طريق الخلاص، طريق البر. دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب ايه؟ حسب اعماله. ربنا هيجازي كل واحد حسب اعماله. يا ريت ان احنا نفكر كده قبل ما ننام كل يوم، يا ترى انا عملت النهاردة ايه كويس من أجل الإنجيل، من أجل المسيح، من أجل الملكوت، من أجل الأبدية. فين الأعمال الصالحة اللي فعلا بتمجد الله فيا؟ فين أنتم نور العالم؟ فين أنتم ملح الأرض؟ ربنا هيجازي كل واحد حسب أعماله، حسب أعماله. يبقى دينونة الله حسب الحق ودينونة الله عادلة. في عدد 11 يقول إيه؟ لأن ليس عند الله محاباة، لا يهودي ولا يوناني ولا فقير ولا غني ولا أبيض ولا أسود. ربنا ما عندوش محاباة لأي إنسان مهما كان درجته الكنسية، ومهما كان صيته، ومهما كانت أعماله قدام الناس. ربنا لا يحابب الوجوه. عشان كده ربنا دينونته هتكون دينونة عادلة بالحق، لأن الله ليس عنده محاباة. وفي عدد 16 يقول في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. ربنا مش حيدين أعمال الناس الظاهرة فقط، لكن حيدين ضمائر الناس، أفكار الناس، نيات الناس. نيتي إيه من جوه؟ كان نيتي أعمل إيه؟ عشان كده يا ريت ان احنا نحاول ان احنا نكون يعني في تفكيرنا وفي حياتنا الداخلية نكون اكثر حزما. خليك حازم مع نفسك، ما تديش فكرك للشيطان، ما تخليش الخطية تعشش جوه راسك، ما تخليش يبقى ضميرك من جوه ضمير غير نقي. تقابل الناس وانت بالترحاب، لكن جوه عندك حسد وغيرة وكراهية وحقد. ليه كده؟
سيدين صراء للناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. خلي بالكوا حنودان حسب الإنجيل، حسب وصايا الإنجيل، يعني فتح الإنجيل كده وبعد كده أعمالك ونياتك وأفكارك، وبعدين أنت نفسك هتحكم على نفسك. الذي فيه دين الله صراء للناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. دينونة الله هي حسب الحق، ودينة الله عادلة، والله ليس عنده محاباة، وأيضا الله سيدين صراء للناس. الحاجة الثانية يقول: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ اوعى تفتكر إن ربنا سايبك لأنه راضي عنك، أو لأنك أنت يعني بتعمل حاجات كويسة كده من الظاهر، لكن من الداخل الموجود اختطافا وإيه ودعارة. لا، ده ربنا بيطول باله عليك عشان يقتادك للتوبة. الآية دي في منتهى الأهمية بالنسبة لكل إنسان. أفحص نفسي، ربنا بيطول باله علي ليه؟ لأنه بيحبني، لأنه غنى لطفه وإمهاله وطول أناته. عشان أتوب بيطول باله علي عشان أتوب، عشان أتخلص من كل النجاسات اللي اتكلم عنها في روميا 1، من كل الخطايا، خطايا الشر، خطايا الحسد، الغيرة، الزنا إلى آخره. يقتادك إلى التوبة. لكن الإنسان اللي بيقسي قلبه بقى، اللي رافض صوت ربنا، اللي رافض عمل ربنا، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. من أجل إيه؟ قساوتك وقلبك غير التائب، بتحوش نفسك غضب فوق الغضب، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. وقال في عدد 8: وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطوعون للحق بل يطوعون للإثم فسخط وغضب وشدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني. يا جماعة لازم نعرف حقيقة أن ربنا عايز الكل يتوب، لكن في نفس الوقت لازم الإنسان يعرف أن ربنا بيديني فرصة. إن ما كانش ربنا بيطول باله عليا كان زمان ناس كتير قوي ضاعت. صدقوني ده ربنا باله طويل قوي، وريت نتعلم احنا كمان منه طولة البال. قل له: يا رب ما تخليش أيأس أبدا من خلاص نفسي، ما تخليش يا رب أبدا أيأس من خلاص الناس اللي أنا بحبهم، اللي بذكرهم دايما قدامك يا رب. حتى لو كان النهاردة هم لسه بعاد عنك، لكن أنا واثق أنك أنت بتطول بالك عليهم، لأنك لا تشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. ياريت نصلي نقول: يا رب عايزين فعلا أنك أنت تطول بالك على أولادك، لكن في نفس الوقت يا رب أنك أنت اديهم روح توبة. ياريت أن احنا لما نيجي نصلي نقول: توبني يا رب فأتوب. تصوروا حتى التوبة من عنده، ما كانش هو حيتوبني مش هقدر اتوب. عشان كده الانسان اللي بيفتكر ان هو كويس، اصعب شيء انك تفتكر انك انت وصلت. ده ربنا عايز ان احنا نوصل الى كل ملء قامة المسيح. كل الانسان يعني ما بينمو في حياته الروحية، وكل ما بيشوف مجد الله بيشعر بخطايا جديدة داخلية ما كانش عارفها قبل كده انها موجودة فيه،
أنا كل ما بأنمو في حياة الروح كل بكتشف نجاساتي بالنسبة للمسيح. زي أشعياء النبي لما شاف المسيح في مجده وهو جالس على كرسي عالي وأزياله تملأ كل الهيكل، قال ويل لي لأني هلكت لأني نجس الشفتين وساكن في وسط شعب نجس. يا ريت أقول له يا رب النهاردة أنا عايز يا رب أتخلص من كل نجاسة موجودة في حياتي، اظهر لي مجدك زي ما أظهرته لأشعياء النبي، علشان فعلا أبتدي في مشوار القداسة، حياة القداسة اللي لا يمكن أبدا إنسان يبتدي فيها ويقولك أنا وصلت، لأن كل ما حينمو في حياة القداسة كل ما هو يتعرف على بر الله وقداسة الله المطلقة، فيلقى نفسه يقولك أنا خاطي، أنا أول الخطاة زي ما قال بولس الرسول. وفي نفس الوقت ربنا لا ينسى أبدا كل الأعمال الصالحة الذي يتعب فيها الإنسان من أجل الملكوت. عدد 7، أما الذين بصبر، خلي بالكم بالصبر، يقول لك الذين يثمرون بالصبر في مثل الزارع، أما الذين بصبر في العمل الصالح. ما أنت شايف حاجة قدامك دلوقتي لكن أنت مستمر في العمل الصالح، تقول ده فلان ده أنا عملت فيه وخدمته وعملت كذا وكذا 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 وفي الآخر اتقلب عليا زي بعضه. أنت ما بتاخدش هنا أجرتك، خلي فيه صبر في العمل الصالح. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة، والمجد والكرامة مش هنا على الأرض، المجد والكرامة فين؟ فوق في السماء. والبقاء فبالحياة الأبدية، الحياة الأبدية. عشان كده ياريت إن احنا نعرف إن فعلا كل حاجة بنعملها، إن كأس ماء بارد بنديه باسم المسيح لا يضيع أجره. عشان كده يقولك في عدد 10، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليمن. مجد وكرامة وسلام، كرامة وسلام، يمكن مجد وكرامة هتبقى في الأبدية لكن السلام بتاخده هنا، السلام هنا في العالم. ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة، ليس عند الله محاباة. في نقطة بقى تانية مهمة خالص بولس الرسول بيتكلم فيها في الإصحاح ده عن الخطية والناموس، هنقرأ كده كم عدد من عدد 12 لعدد 16. يقول إيه؟ لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان، لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيل بيسوع المسيح. إيه موضوع الناموس والخطية؟ قال اللي بيخطي بدون الناموس، يعني إيه بدون ناموس موسى؟ يعني فربنا واضع فيه الناموس الطبيعي، فبدون الناموس بيهلك. بدون الناموس يعني بدون ان هو كان عارف ان يعني بدون الناموس يهلك، ان ربنا حط فيه الناموس الطبيعي. هلاكه جاي لانه رفض ناموس الله الطبيعي اللي بيعرفه على الحق ومعرفة الله الحقيقية، زي ما قلنا ان ايه اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى انهم بلا عز. لكن اللي بيخطأ في الناموس، يعني اليهودي اللي عنده الناموس وبيخطأ في الناموس، ففي الناموس يدان، لأن كان معروف إن اللي بيخطأ في الناموس كان لازم بيعاقب وبيدان، وكان فيه خطايا أجرتها عقوبتها الرجم، كان لازم يرجم. عشان كده بيقول إيه بقى؟ إن الأمم الذين ليس عندهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. يعني أي إنسان
ما عندوش ناموس لكن بيفعل بالطبيعة اللي موجود في الناموس، فضميره هو الناموس بتاعه، زي يوسف الصديق ما كانش فيه ناموس، لكن لما اتعرض انه يقع في خطية الزنا قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطي امام الله. مين قال لك يا يوسف ان ده خطية؟ لان ربنا حاطط ناموس طبيعي، فالناس اللي هم كانوا بينفذوا اللي موجود في الناموس لان عندهم الناموس الطبيعي، فعشان كده هيبرروا بهذا الناموس الطبيعي اللي قطعوه. عشان كده قال حاجة تانية، قال حاجة تانية في عدد 15، الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، عمل الناموس مكتوب في قلوبهم شاهدا ايضا ضميرهم وافكارهم فيما بينها مشتكية او محتجة. يعني ضميرهم كان بيأنبهم على الخطية، بيشتكي على اساس ان هم ما يكملوش هذه الخطية. لكن الناموس او ناموس موسى لا يمكن ان هو يكون الانسان منتسب ليه يستطيع ان هو يخلصه، لان ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. مش حكايه ان انا يهودي وعندي الناموس وعندي الختان، مش حكاية ان انا عندي السبت وبحفظ السبت، لكن هل انا فعلا بعمل بالناموس؟ وخصوصا بيتكلم هنا عن روح الناموس، روح الناموس اللي هو الحق والرحمة، الحق والرحمة هما دول مضمون الناموس الروحي اللي المسيح لما اتكلم عن الناموس الكمال قال ان غاية الناموس وكل هدف الناموس ان يوصل الانسان انه يتعرف على محبة الله. ولما ربنا يعني فعلا يكون محبته في قلب اي انسان هيبتدي يحب قريبه، لان دي كانت اول وصية في العهد القديم، تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وقريبك كنفسك. هنكمل ان شاء الله المرة التانية عشان الوقت، بقية الاصحاح التاني وكمان ناخد جزء من الإصحاح الثالث. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.